خلونا في البداية نبارك للشعب المغربي، خلونا في البداية نبارك للمنتخب المغربي الشقيق، المنتخب المغربي مع المنتخب السعودي بيقدموا ملحمة رغم الهزيمة امبارح للمنتخب السعودي أمام بولندا، ولكن إن شاء الله بإذن الله السعودية تتأهل. والنهاردة المغرب بتعمل بقى ملحمة جديدة للعرب وبتفوز على بلجيكا المصنف الثاني عالميا 2-0، فازت على بلجيكا 2-0. منذ قليل انتهت مباراة المغرب وبلجيكا، المغرب ما دخلش فيها اي هدف حتى الان، المغرب لم تتلقى اي هزيمة حتى الان، المغرب عندهم فريق محترم زي السعودية زي تونس زي الجزائر، كل الناس بسم الله ما شاء الله. العرب دلوقتي دي بقت مش كاس العالم، دي بطولة العرب، مش كاس العالم، دي بطولة العرب. فأكيد ببارك للشعب المغربي وبقول لهم ألف مليون مبروك للتأهل لدور الستاشر، تأهل تاريخي على منتخب كبير جدا بفوز تاريخي. ألف مليون مبروك للشعب المغربي الشقيق، وفرحتي والله العظيم المغرب والسعودية أكني بالظبط مصر هي اللي بتلعب. بما أننا بنتكلم على مصر وبما أننا جبنا سيرة مصر، أكيد أنا وإنت فرحانين للمنتخب المغربي، أكيد إحنا مبسوطين للمنتخب المغربي، أكيد كلنا في حالة سعادة كبيرة جدا 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 للأداء والمستوى اللي وصل إليه المنتخب المغربي والمنتخب السعودي. ولكن أكيد برضو أنا وإنت كمصريين لما بنتفرج على الأداء المشرف ده، ولما بنتفرج على الكرة الجميلة والمنتخبات اللي بتضاهي منتخبات عالمية، السعودية تكسب الأرجنتين، مين يقول كده في الكرة؟ المغرب تكسب بلجيكا المصنف الثاني عالميا، مين يقول كده في الكرة؟ ولكن أكيد احنا كمصريين، وسيب لي انطباعك في التعليقات وقول انت زي ولا لا، بذمتك انت كمصري مش حزنت ان مصر مش هي مع المغرب ومع السعودية؟ بذمتك مش حزين؟ بذمتك مش متضايق؟ بذمتك مش حاسس بغصة في القلب كده وحزن ان مصر مش في المحفل العالمي ده؟ مين اللي وصل مصر لكده؟ مين اللي وصل مصر لكده؟ نادي واحد، نادي فاسد. مين اللي وصل مصر لكده؟ نادي واحد، نادي فاسد، نادي ريحوله اللعيبة بتاعته الدولية عشان ما نلعبش مباريات ودية ونزلنا في التصنيف التاني عشان نلعب منتخبات اقوى مننا في التصنيف وخرجنا من كاس العالم. بالذمة مش مخنوق وزعلان؟ بالذمة مش كنا زماننا دلوقتي مع المغرب ومع السعودية؟ بذمتك ودينك مين اللي رجع الدوري بتاع كورونا بتاع 2020 وملخبط الدنيا؟ السنة اللي فاتت الدنيا متلخبطة، والسنة دي الدنيا متلخبطة، ماتشات دوري مع ماتشات كاس عالم عشان نلحق نخلص بدري. مين اللي عكنا العكة السودة المنيلة بستين نيلة دي؟ نادي واحد فاسد، نادي واحد اقسم بالله العظيم افسد الكرة المصرية، افسد الكرة المصرية بحكامه بمسؤوليه اللي هم متنطورين في لجان المسابقات والاتحادات الكرة على مر التاريخ. وإنما المغرب ما عندهمش نادي فاسد، السعودية ما عندهمش نادي فاسد، تونس ما عندهمش نادي فاسد، ترجي زي الصفاقسي زي النجم الساحلي، وفي الوداد وفي المغرب كذلك، الوداد زي الرجاء زي كل الأندية، المغرب الفاسي زي كل الأندية المغربية المحترمة دي. إنما احنا عندنا نادي فاسد، والله 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 ويمين أتحاسب عليه قصاد ربي، المسؤول عن خروج مصر من كاس العالم هو النادي الفاسد ده، أنا بحلف بالله وربي على ما أقول شهيد، وهقف قدام ربنا لوحدي أتحاسب. اللي مسؤول عن خروج مصر من كاس العالم والهزل اللي احنا فيه في الكرة المصرية نادي واحد فاسد، افسد نادي في الكرة المصرية، افسد نادي في الكرة المصرية، كله بيخدم عليه واحنا بنلعب كلنا عشان الباشا يكون مبسوط. لما بتلعب عشان تبني منتخب
بتعمل منظومه، بتعمل دوري محترم، بتعمل عدل، بتعمل لوائح بتمشي على الجميع، بتعمل خطط لبكره وبعده، وخطه تتنفذ بعد 3 سنين من دلوقتي، خطه ثلاثيه وخطه خمسيه بعد 5 سنين. ابدا ابدا، انت كل التركيز ازاي الباشا ياخد الدوري العام، ازاي الباشا ياخد الدوري العام، انما اي حاجة تانية في 60 داهية، في 60 داهية بقول لك نادي فاسد، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يدعم هذا النادي الفاسد. تعالوا نسيب النادي الفاسد وندخل على خبر سعيد. اكيد امبارح الزمالك كسب، واكيد امبارح جمهور نادي الزمالك كان سعيد. النهارده ايضا في خبر سعيد. النهارده المستشار مرتضى منصور انتصار جديد في القضاء. ايه الحكايه وايه الروايه؟ هشرح لحضراتكم الموضوع بالتفصيل. ولكن وانا بشرح الموضوع لحضراتكم استاذنك بلايك وشير للفيديو، ولو انت على اليوتيوب اكيد هيسعدنا اشتراكك معانا في القناه. منذ قليل اعلن المستشار مرتضى منصور على صفحته الشخصيه وقال: رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة معالي المستشار السيد العربي وعضوية معالي المستشارين محمد يابر وفتحي محمد ورأفت محمد ومحمد عبد الحميد وأحمد ضاحي ونوح محمد وأحمد جلال زكي ومصطفى محمد ومحمود صبحي ومحمد مختار. الطعون أرقام 704-51 704-52 704-56 704-58. المقامة من عبد الله جورج وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق وجميعهم رسبوا في الانتخابات السابقة وقبل السابقة والتي أقامها محامي ممدوح عباس هاني العتال وهاني العتال باسمهم، وطالبوا فيها الحكم بصفة مستعجلة بعزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فورا لصدور حكم بالحبس ضده لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وادعوا في طعونهم أن استمرار وجوده رئيسا للزمالك يمثل خطرا على النادي وسيؤدي إلى انهيار النادي رياضيا وإنشائيا واجتماعيا وماليا. تعالوا كده نبسط للناس المحترمة، وتعالوا نحكي للناس ايه القصة وايه الحكاية وايه الرواية، يعني ايه الحكم ده وايه اللي هيترتب عليه وايه الكواليس بتاعته. معنى الحكم ده ان كان الباشوات عبد الله جورج وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق، انتوا عارفين طبعا الشلة والاصحاب والعيلة الجميلة دي بتاعت العتال وممدوح عباس وشكري ومصطفى عبد الخالق والناس وعبد الله جورج والعيلة الجميلة الحلوة دي، رفعوا قضية بعد الحكم بالحبس شهر بتاع محمود الخطيب. بعد ما الحكم طلع الباشوات استغلوا الحكم الشهر ده ورفعوا قضية بيطالبوا فيها بإيه؟ بيطالبوا فيها ان المستشار مرتضى منصور يتعزل عن مجلس إدارة نادي الزمالك. ليه يتعزل؟ عشان صدر ضده حكم بالحبس، فهم كانوا عاوزين يعزلوه. مين هم اللي عاوزين يعزلوه؟ الأهلوية؟ لا، ده زملكاوية من داخل نادي الزمالك، ما هي الحرب من بره ومن جوه. دول بيقولوا انهم زملكاوية، دول بيدعوا انهم بينتموا لنادي الزمالك، واكيد طبعا دول لا ينتموا الى نادي الزمالك، ودول التاريخ هو اللي هيتكلم عنهم، وانا محتاج اسمع اراء حضراتكم فيهم. بس بدون اساءة يعني. اكتب لي رأيك ايه في الناس دي، في العتال ومش عارف مين وعبد الله جورج والشله الحلوه دي، اكتب لي رايك فيهم. فكانوا عاوزين يعزلوا المستشار مرتضى منصور ورفعوا قضايا مستعجله ودعوات مستعجله وبيطالبوا بعزل مرتضى منصور. ليه؟ لان وجود مرتضى منصور بيؤدي لانهيار النادي رياضيا وانشائيا واجتماعيا وماليا. انشائيا النادي الجديد اللي عمله مرتضى منصور اللي هم بيتمتعوا وهم وولادهم فيه، ده اللي مرتضى منصور عمله. ماليا الزمالك لما اتحجز عليه في بنك مصر وفي البنوك التانية، في بنك مصر بس الزمالك كان عنده اكتر من حوالي 60 مليون جنيه، ده غير اللعيبة، ده غير الصفقات، ده غير التجديدات، ده ماليا الزمالك واقع ماليا. واجتماعيا النادي الزمالك دلوقتي بقى من افضل الاندية الاجتماعية
والرياضية اللي موجودة في مصر، عرفت الحرب من جوه ومن بره ازاي. فأكيد ده خبر كويس ان الطعون دي كلها اترفضت النهاردة، وده اللي المستشار مرتضى منصور قاله على الصفحة بتاعته: ببارك للمستشار مرتضى منصور، ببارك للراجل اللي كل زملكاوي محترم بيدعمه، كل زملكاوي نظيف وشريف هو بيدعم مرتضى منصور. وعادي جدا عادي جدا لما انا اكون بحب المستشار واختلف معاه اعاتبه، ده اسمه عتاب المحب. زي ما انا بطلع بقول لكم اتمنى المستشار مرتضى منصور الفترة دي يمسك نفسه شوية، لانهم بيحاولوا يستفزوه. ولكن انا في الاول في الاخر انا بحب المستشار مرتضى منصور، وبحترم الراجل ده جدا وبقدره، ومن افضل او مش من افضل، هو افضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك. فانا سعيد جدا بالحكم ده، ربنا يا رب معاه، ربنا يعينه وينصره على اعدائه والناس اللي عاوزه توقعه، سواء من داخل النادي او من خارج النادي. الطعن ده اعتقد، وهو ليس يعني رأي قانوني، اتوقع ان الطعن ده اترفض بسبب ان الحكم بتاع الخطيب اللي هو بيقولك اصله شتمني اصله شتمني اصله شتمني اصله شتمني، معلش انا علقت، قعد كل شوية اصله شتمني اصله شتم اختي، عارف انت الموضوع ده، ده كله بسبب الحكم بتاع الخطيب واللي هو كان رفعه على المستشار مرتضى منصور. فألف مبروك للمستشار مرتضى منصور هذا الحكم اللي اعتقد هيريحه كتير وهيريح جمهور نادي الزمالك.